نرجع لتصريحات محمد عبو البارح من حيث المضمون، حسينا فما توتر كبير ما بين محمد عبو وحركة النهضة. هو المثال نتاع سي شوقي قداس اللي بدينا فيه اللي بدينا به يوري لي حتى الناس الباهين نجم يغلطوا. ناس هذا محمد عبو سي شوقي قداس خذا قرار خاطئ، وانا متاكد انه باش يتراجع. انا ما كنتش ننتظر هكا بسرعه الشخصيات من العيار الثقيل باش يتراجع، انا متاكد. ولكن حتى محمد عبو اللي هو شخص محترم وانا نعرفه من زمان طويل ونعرفه في المحاماة ونعرفه كمناضل، واذا كان انا ما نقبلش اساءة من شخص اللي نحترمه باش نقبل من شخص اللي ما نحترموش، يعني في نهاية الامر تو نتقابلوا نتناقشوا نقولوا راك غلط كي استعملت العبارة هذه بالذات، خاصة كي تكون مطلقة. سياسيا ماذا تعكس سمير جيلو؟ سياسيا بالأحزاب. شوف سياسيا باش ندخل في التأويلات والتحاليل اللي هو نجم يكون عندي رأي، ولكن الأفضل أنه تقوله توما كمحلين ولا ككرونيكور ولا كرأي عام إعلاميين مواطنين. ولكن أنا شخصيا رغم أنه صعيب باش نخرج روحي من فاعل إلى محلل في بلان دو لاوتور، إيش نقول؟ نقول ثم ناس مازالوا يتصوروا أنه الضدية تجيب أصوات والضدية تصنع شعبية. أنا نقول لا، أنا نقول أولا المحامي الأصل يعرف القانون، نعرف انه في التيار الديمقراطي ثم محامين وثم ناس يعرفوا القانون. وقت اللي عندهم ناس ثابت عندهم انهم ارتكبوا اشياء مجرمه في هذا المجال ولا غيره يشكيوا للقضاء، وانا هاني بشكل استباقي انا مساندهم.